وزير الموارد البائية يتفقد النجف الأشرف وريفها للإشراف على المشاريع الإروائية والمزارع الإنتاجية. الوزير تحدث عن تخصيص مبلغ لاستكمال العمل ب100 مشروع متوقف، ومن ضمنها مشروع كفل شنافية. كفل الشنافية قلت لك أول إطلاق هسه إلها حوالي 15 مليار دينار رح تطلق، أكثر معظمها تروح للفلاحين، وأيضا توجهت شركاتنا للعمل بهذا المشروع. طبعا قبل كل شيء يجب أن نكمل المشاريع اللي متوقفة على النص، يعني اللي منجز من عندها جزء، فذني وهذني يعني هسه أول وجبة عندنا 100 وأكثر من 100 مشروع بدينا اليوم بعشرات من عندهم، تقريبا رح نوصل 40 مشروع لحين فتح العمل به قسم، يعني معظمها انفتح عمل. المشروع كفل شنافية والذي يروي الآلاف من المزارع في المحافظة وخارجها كان متوقفا بسبب الأزمة المالية. مشروع كفل شنافية الإروائي مشروع استراتيجي مهم، يتكون من قناتين رئيسيتين تتفرع من مقدم سدة العباسية. القناة الجانب الأيمن اللي 1MC وتصريفها 2.3 متر مكعب بالثانية، تغطي مساحات ناحية العباسية وجزء من ناحية الصلاحية في الديوانية. الجانب الآخر الجانب الأيسر هي قناة التوسي اللي تغذي أيضا مساحات العباسية والحرية والمهناوية وقسم من الصلاحية، تصريفها 46 متر مكعب بالثانية تغذي 120 ألف دونم تقريبا. من جانب آخر طالب مختصون بتوفير أنظمة إرواء حديثة في العراق لوقف الهدر المائي في حوض الخليج العربي. أريد يعني نستثمر هذه المياه الدفعات بتقنيات حديثة، يعني احنا حاليا المياه اللي تجينا من تركيا ومن اسم ذوبان الثلوج قاعده يعني تروح هدر الى الخليج العربي بدون فائده. احنا نريد التقنيات الحديثه اللي موجوده اللي قاعد نشوفها بتركيا اللي نشوفها بكل العالم. اي تقنيه حاليا احنا ما قاعد يعني اي تقنيه ما قاعد نشتغل بها. من النجف الاشرف منتظر الشريفي، العراقيه، اليمن.